عبد الرحمن الخطيب المملكة العربية السعودية، فنان ومنتج سعودي. احنا انتجنا اول مسلسل يعلم الاطفال القرآن الكريم، اسمه مسلسل سعود وسارة، والحمد لله اخذنا الجائزة الاولى على العالم العربي، وقبلها اخذنا الجائزة الفضية في مهرجان البحرين. والله انا اشتركت في عدة معارض، ولكن انا لا اجاملكم، كان معرضكم هذا من افضل المعارض. لا جميل جدا، جميل، يعطيكم العافية الحقيقة. يعني حتى الاستقبال معالي الوزير والاستقبال، يعني نظم، جاء واحد وقف هنا وتعال هنا، شيء جميل جداً.